المري. ورح يكون معنا اليوم البروفيسور علي الدعمي استشاري بجراحة الأورام. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم علي، مرحبا. يا هلا دكتور. يا هلا دكتور، نحن اجمالا اليوم بحلقتنا عم نحكي على الاشهر يلي بتتعنون لحتى تكون توعيه من امراض معينه، وهذا الشهر بالذات هو شهر التوعيه من مرض سرطان المريء والبلعوم. كرمال هيك اليوم نحن رح نحكي مع حضرتك بما انه اختصاص حضرتك واستشاري بجراحه الاورام. دكتور، بدايه هل نقدر انه نحن نوقي حالنا او يكون في وقايه لا سرطان قلب العوم؟ طبعا بالتأكيد، وهي من أسباب المهمة بالتوعية. وإحنا كأطباء أورام ومتخصصين بعلم الأورام لحد الآن وصلت الأبحاث أنه أهم طرق العلاج الأورام والشفاء منها والتعايش معه هو الوقاية والكشف المبكر. ومن هذا السبب الهيئة العالمية للأورام حددت كل شهر من أشهر السنة توعية نقوم بها عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الراديو، عن طريق التلفاز، عن طريق محطات فضائية، أنه وعي جمهور، وعي المستمعين إلى أهمية اتخاذ المسؤولية على صحتهم، اتخاذ الخطوات اللازمة في محاولة من الوقاية من هذه الأورام بعد الماء، وأيضا الكشف المبكر. لأن المفهوم العام أنه السرطان أو الورم هو عبارة عن مرض خطير وخبيث جدا، ولكن هو في الحقيقة يبدأ كخلية صغيرة، خلية صغيرة تبدأ بالتكاثر، تبدأ بالانتشار. إذا أولا حاولنا الوقاية منها، ومن الجزء الآخر كشفها بكشف مبكر، ممكن عمل إجراء بسيط كالكي، أو حتى في بعض الأحيان مثلا سرطان المريء هو من أكثر الأورام أو سرطانات التي بدأت في الانتشار، يعني بمعدل 9 أضعاف من قبل 10 سنوات. من قبل 10 سنوات إلى اليوم عدد الناس المصابين بسرطان المريء زاد 9 أضعاف في أنحاء العالم أجمع. والسبب المهم من أسباب سرطان المريء هو الارتجاع الحمضي، الحموضة الزائدة في البلعوم وفي المريء عن طريق ارتخاء العضلة السفلى من المريء المرتبطة بالمعدة، فالسائل الحمضي الموجود في المعدة يرتجع إلى المريء، يرتجع إلى البلعوم. هناك أمور مهمة مثل التدخين، الشيشة، الإفراط في هذه الأمور، الأكل الحار، المواد الكحولية، الأكل المخزن بالمعادن المعلبة، هذه كلها أدت، وزيادة الوزن، هذه كلها أدت إلى انتشار أورام المريء والبلعوم. دكتور، هذا بيشمل كمان ورم الحنجرة، يعني هذا اللي عم نسمع عنه أخيرا، يعني في أشخاص وشخصيات معروفة كان سبب وفاتهم هو ورم الحنجرة، هل هذا يعتبر ضمن سرطانات المريء والبلعوم؟ طبعا الجهاز الهضمي يبدأ من الفم وينتهي إلى آخر بعد القولون والمستقيم، يعني نفس التوصيات لجميع جهاز نفس الغشاء طبعا. السبب، الأهم أسباب سرطان البلعوم، وأنا أريد أن أنوه على نقطة معينة قبل أتكلم عن الأسباب، أن سرطان البلعوم هو عبارة عن سرطان إذا اكتشف في البداية ويتعالج منه ويشفي المريض، وإحنا نرى حالات 20 و22 سنة و23 سنة بعد اكتشاف هذا الورم في حالة أدى المريض في وقت معين، في وقت في بداية الأعراض، صعوبة في البلع، كحة، هذه كحة بدون أسباب، أو في آخر الحنجرة إحساس أن هناك شيء في آخر الحنجرة، أو حرقان في الحنجرة أو في الجزء السفلي من المعدة، هذه كلها أعراض. بس غالبا بروفيسور هاي الأعراض الناس ما بت يعني ما بتاكل همها، ما بتروح وبتفحص لأنه بتعتبرها شيء عادي، أنه أنا مثلا ممكن يكون شرباني شيء كتير سخن فحرق لي بالعومية، أو أنه التغيير من فصل لفصل فهذا الشيء ممكن كمان. تفضل. للأسف هذا هو فعلا هذا اللي حادث، أنه يتغاضى المريض، يتغاضى صاحب الأعراض، يقوم بلوم هذه الأعراض على أمور بسيطة، ولكن النصيحة أنه إذا استمرت الأعراض أكثر من شهر، يجب عليه مراجعة الطبيب المختص،
كل ما يلزمه هو عملية فحص سريري، أخذ الأسئلة المناسبة من المريض، وإجراء فحوصات بسيطة قد تبدأ بمنظار علوي تحت يعني تحت مخدر موضعي لنرى البلعوم، لنرى المريء بفحصها. قد يكون بداية شيء ممكن أخذ خزعة بسيطة منه وكوي المنطقة أو بدأ العلاج ضد الأحماض أو تغيير طريقة الحياة، مثلا إذا كان مدخن يدخن بشراهة. فهذه الأمور كلها ممكن تقي من شر كبير في المستقبل. دكتور يعني أو بروفيسور علي الدعمي استشاري بجراحة الأورام، يعني حضرتك غير أنه عم تنبهنا منه، أنت عم تعطينا أمل أنه حتى لو وجد نحن بنقدر أنه نتخلص منه بشكل نهائي من حياتنا، هو بس بشوية وقاية بالإضافة للفحص المبكر. أنا بدي أشكرك، أنا بدي أتشكرك لوجودك معنا على هوا روتانا ببرنامج شاي الضحى، وإن شاء الله تكون فعلا هاي المعلومات وصلت لكل مستمعينا ويكون فعلا في دعم منا ومنكم لحتى نكون عم نشارك بأشهر التوعية لأمراض عم تنتشر للأسف بشكل أكبر. طبعا والشكر لكم، لأن هذا هو التوعية هو أهم شيء، والفحص اطمئنان وأمان. وأشكركم على نشر هذه التوعية، لأن فيها في هذه التوعية إنقاذ حياة ناس قد يقومون بعزل أنفسهم أو بتغاضي هذه الأعراض، مما يسبب لا سمح الله أمور مستعصية في المستقبل. المعلومة التي يجب أن تصل الجمهور الوقاية والفحص وأمان وطمئنان، ولا يتغاضى الناس عن هذه الأعراض. وشكرا لكم. شكرا لك بروفيسوري، أهلا وسهلا فيك، باي باي. فاصل هو راجعين لحتى ناخذ اتصالاتكم على الرقم